صباح الخير. هاي بيبس، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غنضغطو بو نوفيل فيديو، وكيف ما قريتو في التيتر ديال الفيديو اليوم غادي دوزو النهار معايا. وقبل قلت لكم صباح الخير و ما تديوش عليا. اصلا كانوا حنا الفيديو بالليل، واغلب اللي كيتفرجوا بالليل اي جاس، واللي كيتفرج بالليل كاين لو يسمح لي. لقيتو دابا الصباح هذا غادي يمكن شي 10 ونص بحال هكاك. اليوم فقت شنو نمشيو نديرو، شنو غادي نغادي بابا ماما كنوض. شوفو سمحولي مديوش على وجهي، راه كنوض فغيمون كنوض مشقله، كنوض مقلوبة. وأصلا فاش كنوض خصني واحد الساعة مندوي من خصني يلا باش نسترجع الأنفاس ديالي، ولكن غير نتهزي التليفون وبديت كندوي. دونك راني مولفاش، سو سمحولي. المهم كيفما قلت لكم اليوم غادي دوزو النهار معايا. صراحة ما عنديش بزاف ما يدار، غادي نمشي لجوج بلايص، جوج بلايص اللي سيغ من غير لكن زعما غادي نخرج شي بلاصة أخرى. سو دابا غادي نمشي المهم نوض نفطر بيان سيغ اكسيتيرا اكسيتيرا، وغادي نمشي لوطو ايكول. بيان سيغ كيفما كتعرفو كيفما كنت ديجا وريتهم في واحد الفيديو اللي قبل في لوطو ايكول، ما كنصورش باسكو ما فهمتش ما كيخليوهاش نصور، جو كومبخون با، ودايرين بانو كبير في مونو هاتي في النقال. مفهمتش، المهم ما علينا. غادي نمشي لوطو ايكول، انا رجع غادي نرتاح، وغادي نمشي واحد البلاصه واحدة اخرى لي كنظن ان الناس اللي عندي في يوتيوب وما عنديش في انستغرام ما عارفينهاش. اوكي سو انا متاكده بلي الناس اللي عندي في يوتيوب ما عمري ما دويت لهم على هاد القضيه هادي سبونس، مي الا كنتو ما عارفينش، انا عندي واحد لاباسيون من غير الماكياج، وعندي واحد لاباسيون من غير الميك اب اللي هي لا دونس. انا جو سوي باسيوني دو دونس، كنموت على لا دونس. جو براتيك دابا لا دونس هادي دابا 5 اون بحال هكاك. المهم راني كنشطح من صغري، فريمون من صغري، مي هادي 5 اون انا زعما كنشطح زعما في لي غروب دو دونس، زعما واخدة لو سوجي او سيريو فهمتي، وكنتريني اي تو. اي فهاد 50 ما نكذبش عليكم كنت كنتريني تقريبا كل نهار، ولكن كنت حبس هادي دابا واحد 6 شهور بحال هكاك حبس. يعني حبس قبل ما نبدا يوتيوب. دونك فاش بديت يوتيوب كنت حابسه ديك الساعه لا دونس، ما كنتش كنتريني، ما كنتش كنمشي. ما عمر ما طفات ديك لا فلام ديال لا دونس، ولكن بزاف ديال الحوايج خلاوني نحبس وماشي لخاطري فهمتي، وماشي لخاطري. ما كنتش ناوي انني نحبس نهائيا، باسكو كنموت على لا دونس، باقي كنموت عليها وكنحمق عليها. دونك فوالا جيت اوبليجي باش انني نحبس. من ماشي مشكل، كنحاول نرجع الفورمه شويه بشويه، حيت الصراحه لا دونس كتبغي لونطريمون كل نهار، كتبغي واحد كتبغي اش كيقولوا لك، كتبغي واحد الالتزام فهمتي، وكتبغي واحد ماشي في كل مره تقات لك تمشي تشطح، تمشي تريني كتنوض تمشي تشطح، نو تكون دونسور عادي. لو بغيتي تكون ان تري تري بون دونسور خصك تشطح كل نهار، خصك تريني كل نهار. سو هادشي علاش كنحاول نرجع شويه داكشي ديالي القديم. كنحاول نتريني حتى في الدار كل نهار. اليوم غادي نديكم معايا المون كور دو دونس، ياس نديكم معايا الكلاس، نحاول نوريكم الاجواء كيفاش كيدوزو. ما عرفتش واش نقدر نوريكم كلشي ولا لا، مي بون نحاول نوريكم ماكسيموم بوسيبل داكشي كيفاش غادي يدوز. وصافي هذا ما كان، و اي جيس غادي يكون دونس يكون دونس ويلي اي جيس غادي يكون كور ديال هيب هوب. ياس هيب هوب بيبي. سو هادشي اللي كاين. سو دابا نوضو نفطرو باسكو طولت بزاف في الهضره. ليتس جو. شكون بحالي كيموت على مسلسل ديال توارك، راه مايمكنش كنحمق عليهم. وقيتوني دابا كنتفرج في اركان شيكوس، معروف بالطائر المبكر، الناس كانوا بزاف ديال الناس كيعرفوا الطائر المبكر، ولكن عندك صحابك اول مره كنتفرج فيه، راه كنعاودو المره 70 يمكن. دابا كنعاود بزاف، كنبقى نتفرج فيهم كنعاودهم، بحال اللي كنتفرج في كارديش ليريم، هذاك اخواتي راه معروف دابا داير بوم، ولكن سميتو اون فيت كل سيمانه كتخرج حلقه.
وكنبقاو نتسناو وانا بيد ما ناس كنعاودهم، ولكن كيبقى مون بريفيري راه ما يمكنش زعما السطاج الاخر كنموت على داك المسلسل ما يمكنش، هو كيرا الكاشك معروف بحب للايجار وتفرجوا فيه الناس ما تعرفوش القصه ديال عمر ودفنه وداكشي راكم عارفين. وصافي هادشي اللي كاين. ما كنبقى لكم ما كنبغيش نصور الكاميرا ديال القدام باسكو نورمال هو كنت كنصور الكاميرا ديالو نكون كنشوف فيكم هنا نورمال خصني نشوف هنا، مي فاش كنشوف هنا كنشوف غير داكشي كحل فهمتوا لعيبه ديال التليفون خصني نشوف هنا باش نشوف راسي. حتى ما كنبغيش نصور الكاميرا ديال القدام مي بون ماشي مشكل. انا جيت اخر حاجه صورت عليكم هي فاش كنت كنفطر من بعد راكم عارفين ما كانش عندي الصراحه كيفاش نصور مشيت لوطو ايكول ورجعت شحال من غازه في الدار انا كاسه كنرتاح صورت حيت جيت فريمون بكري من لوطو ايكول جيت مع ديك كنت 12 ونص ولا وحده الله بحال هكاك و دابا هذه 3 ونص يمكن 3 3 ونص ما الصراحه بالضبط شحال مي بون وغادي ندير ميك اب باش نمشيو للكلاس باش نشوف نوتخ كور دو دونس. الو غادي تقولوا راديا لا دونس اوكي سي ان ولكن راه سي ان سبور كيفاش غادي تمشي ديري سبور بالماكياج غادي تعرقي غادي لا اوكي اي نو ما حنا كنديروا ماكياج باسكو كنصوروا صافي باش نبانو كومام زوينات داكشي حنا زوينات بماكياج ولكن زعما فهمتو كومام وصافي. وانا اصلا فاش كنكون كنشطح كيعجبني ندير ماكياج باش نشوف راسي في المرايا كنشوف راسي مرتاحة فهمتو واخا انا مرتاحة حتى هكا انا ما عنديش مشكل. المهم دابا فيما نقولكم ماكياج نقولكم واخا بلا ماكياج ولكن المهم راكم فهمتوني انا في العادة كنديرو فهمتو ما الصراحة انا وكانتي مرة كندير شوية مرة كندير ماكياج العادي فهمتي زعما فول ميك اب. المهم صراحة دابا ما عرفتش شنو غادي ندير داكشي راندوم لو صافي الفيديو راه ماشي توتوريال ولا شي حاجة هاد لا فيديو راه غير كنوريكم انا شنو كندير كيف ما مكتوب في لو تيتغ ديال لا فيديو نهار معايا. المهم كيف ما قلت لكم عاد دابا قبل ما تروح واحد العطا فسيقني هذا ماشي توتوريال ولا شي حاجة دي ويد مي كنوريكم شنو كندير انا وصافي سو فوالا. So دابا نبداو our makeup. Thank you.
guys, subscribe to her, support her, she's amazing. And girl. Yes. 嗨 قسمنا الرزاز من الرزاز من ملاصال صراحه ايج بزاف فكرت باش انا زعما ندير شي حاجه اخرى ولا نمشي شي بلاصه وشحال ما عييت بزاف ما يمكنش كما قلت لكم شحال ما صحت شحال وانا حابسه دونك دكباره رصورت لكم كومين بزاف صراحه نخلي لكم القطط 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 دابا اليوم ضيعت الماتش ديال المغرب يوم المغرب لعب سو ضيعت الماتش مالوزمون دخلت لقيت باقا في غير نص ساعه سو غادي نتفرج فهاد نص ساعه ومرا غادي ندخل ندوش وصافي هادشي اللي كاين هادشي اللي كان فهاد النهار هذا سو جيسبر تعجبكم هاد الفيديو هادي كنحاول نبقى ندير لكم هكا دي فيديو مره نبدل لكم ما نديرش لكم غير مكياج 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 واخا انا هادشي اللي باغا غير مكياج 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 ولكن واخا هكاك ضروري شويه ديال ضروري نبدلو حتى شويه مره او ميم طون كنبينو الماكياج بحال قبيله بنت لكم هذا الميكاب هذا اللي درت سو هذا ما كان جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو وما تنساوش ديروا ليا لايك وسبسكرايب ودوزو عند الانستغرام انستغرام ديالها كنحط فيه داكشي موح داكشي زوين انستغرام ديالي هو @radiatiamlouisez1 صافي هادشي اللي كاين سو جيسبر تكون عجبتكم هاد لا فيديو ان شاء الله نتلاقاو بون بروشين فيديو باي.